بسم الله ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سنقف بكل جد وأدب إزاء بعض آيات من سورة النحل The Bee B-E-E وهي سورة مكية إلا ثلاث آيات الخاتمة لها، ونزولها تلا نزول الكهف لكبير. والسورة دي ربي وسع في تذكيرنا بخيراته وعجائب خلقه وطبيعة سماوات خيرات أنا ينتفع بها الثقلان الإنس والجان والمجر، وتنتهي بذكر إيمان سيدنا إبراهيم عليه السلام الخليل وذكر مسائل تخص السبت والذين ظلموا أنفسهم أثناء السبت وكيف الحيل وماذا ما هي تبعات الحيل اللاشرعية، ويحرضنا ربنا ويحثنا على أن نكون فعلا معه على أحسن حال، لا نخون عهده أبدا، احنا ملتزمين بما أراده منا رب العالمين، والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال.